هلا حاليا موظفي المديريه العامه للتجنيس المتواجدون بانقره وبالولايات صار عندهم الخبره الكافيه انهم يعرفوا هذا الشخص ليش عم يتجنس، امتى لازم يحق له الجنسيه، امتى شو شغلات الموانع، يعني اكتسبوا الخبره اللازمه، كان ما عندهم هذا الضغط ولا عندهم هي الكفاءه ليتحملوا. هلا بشكل عام ما صار بطء، بالعكس تماما صار الموضوع سريع، والليستيات صارت عم تكبر. انت بتعرف الاستاذ انه بينزل اول شيء ترشيح عن طريق ليسته لوزاره الداخليه، وزاره الداخليه بترفعها لمديريه التجنيس. الليسته عم تكبر لهيك عم تاخذ وقت اطول، وانما كاجراءات والبروسيدور عم بيكون اسرع بكثير صدقني. وكل الجمهوريه التركيه عم تساوي كل جهدها لحتى تكسب أكبر عدد من هدول الأشخاص أصحاب الكفاءات. برجعوا بذكر يعني اللي قاموا بالدراسة بالأراضي التركية، يلي حسنوا يندمجوا فعلا مع الشعب التركي، يلي عندهم استثمارات وشركات وإذونات عمل، يلي حافظوا على تأميناتهم الاجتماعية لفترة جيدة، هدول الناس تركيا بحاجة لهم، هن بحاجة لتركيا. بالبداية بحب أطمن إخوتنا السوريين، لن يكون هنالك سحب جنسية ما لم يتغير قانون برلماني بموجب ثلثي أعضاء مجلس الشعب من ليت وكيلي لحتى يتم تحويل القرار إلى قرار نافذ بحق السوري. لحتى يتمسح بالجنسية لازم يكون بسبب خيانة عظمى، ممكن يكون جرائم اللي بتمس في أمن القومي التركي، لازم يكون في عندك أسباب اتصال غير مشروع مع العدو. وهي بكل جنسيات العالم بما فيها الجنسية السورية بيتم سحبها من صاحبها في حال صاحبها ارتكب لهدول الجرائم الشنيعة. قانوناً في حال ثبت وجود أوراق مزورة مضمنة لتقديم الجنسية الباشورو، فهذا يتوجب سحب الجنسية وتحال إلى المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية يصار إلى نافذة. في حال كان مزور أوراق تركية فبالتالي رح بيكون عنده عقوبة جزائية، في حال كانت الأوراق المزورة سورية فقط رح يكتفى بإلغاء الجنسية تبعه الحاصل عليها بموجب الأوراق.